ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقه اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبه الجميله فاطمه قنيبر. بس قبل ما نبدا، اللي مشتركش في القناه ينزل يشترك بسرعه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونكمل قصتنا. ففتحت سيرين التليفون بتوتر وفتحت السبيكر عشان يسمع اخوها، وردت وقالت ايوه يا مامتي وحشاني قوي. فردت بهية بغضب، بيتي يا سيرين اخوك منير ما جاش عندك؟ لا ما عرفش عنه حاجة. هو ما جاش عندك؟ مالك يا ماما في حاجة؟ فارس ابن خالك مات، مات يا سيرين، واللي قتلته فرح بنت خالك. والمصيبة بقى انها اختفت هي واخوكي، وخالك سالم ايده طيلة يعني ممكن يأذي اخوكي. ايه ده كله يا ماما؟ مش فاهمة حاجة. مش مهم تفهمي، المهم لو اخوكي جه عندك خليه يكلمني عشان قافل تليفونه. يلا سلام. وانهت سيرين الاتصال وبصت لمنير وقالت سمعت ماما قالت ايه؟ يعني انت وفرح في خطر. ما تخافيش، محدش يقدر يعمل لنا حاجة. يا ابني خالك ده مش سهل، ده ممكن يقول انك شريك فرح. ما تقلقيش انتي، انا هروح اجهز ورق فرح وانقلها على المستشفى في اقرب وقت. ومشي منير وبالفعل انهى الاوراق الخاصة بفرح ونقلها على المستشفى، ووصى عليها صديقه وبقى كل فترة يروح عشان يشوفها. وفي يوم كان منير في عيادته بيكشف على المرضى، فدخلت عليه بدون استئذان وهي بتتمايع وبتقول منير حبيبي وحشتني قوي يا روحي. انت ايه اللي جابك هنا؟ مش نهيتي كل حاجة ما بينا؟ بس انا بحبك قوي وما قدرتش ابعد عنك، وعارفة اني غلطت في حقك، عشان كده اول ما عرفت انك رجعت من مصر جيت لك جري. انت فاكرة كلامك ده هيدخل عليا؟ مش انت اللي كنت بتقولي عليا اني مش متحضر واني منفعكيش؟ قربت منه وهي بتتمايع اكتر وقالت كده يا قلبي انا مش قادرة ابعد عنك خالص. عارق منير من قربها الشديد ليه واتكلم وهو بيتصنع الشدة ابعدي يا سندي. قربت منه وبسته في شفايفه، ولحظتها ما تحملش منير وهجم عليها برضو وبسها هو كمان. وبعد فترة بعد عنها فقالت سندي افهم من كده ان احنا رجعنا لبعض؟ ماشي يا سندي، بس دي اخر فرصة ليكي. فرحت سندي وحضنته وهي بتقول احلى منير في الدنيا. طيب معلش سيبيني دلوقتي عشان اشوف شغلي. خلاص انا همشي، بس لازم نتقابل في اقرب وقت. قالت كده وخرجت سندي وسابت منير وهو بيفكر هو ليه عمل كده وليه وافق على الرجوع، لانه عمره ما حبها. وفي المستشفى النفسية اللي بيشتغل فيها سليم وقف مع صاحبه وهو بيقول معلش يا محسن انا همشي، منوبتي خلصت، بس انا عايزك تخلي بالك من المريضة اللي وصلت من ايام. مالك اول مرة تهتم بحد كده؟ دي قريبة صديق عزيز عليا، فلو سمحت هسيبها امانة معك. ما تقلقش يا صاحبي. وفي الساعة واحدة بعد منتصف الليل سمع محسن صوت صراخ شديد، فقام مفزوع من نومه على خط احد الممرضات فسمح لها بالدخول وقال لها الصراخ ده جاي منين؟ دي المريضة اللي وصلت من يومين. طب يلا تعالي معايا بسرعة وهاتي معاكي حقن مهدئة. ما ينفعش يا دكتور. هو ايه اللي ما ينفعش؟ انا عرفت ان المريضة حامل والحقنة المهدئة خطر عليها. حامل؟ طب خلاص تعالي ورايا. ودخل محسن ومعاه بعض الممرضين للأوضة اللي فيها فرح، واللي لقيوها بتصرخ بشدة وبتشاور على الشباك وظاهر على وشها الخوف الشديد وكأنها شافت عفريت. وكان شباك الأوضة مفتوح، فبصت الممرضة
من الشباك وما لقيتش حد، فاتكلم محسن وقال اكيد هي اللي فاتحه، يلا كلكم حاولوا تمسكوها عشان هعمل لها جلسه كهرباء. وشالها الممرضين واخدوها لاوضه الجلسات الكهربائيه، وبالفعل اداها محسن حقنه مخدر عشان ما تحسش بحاجه، ووضع الاجهزه على راسها وجسمها وقام بتشغيل الجهاز. اما فرح فما كانتش حاسه بحاجه، لان الالم الجسدي اللي حاسه بيه ما يجيش حاجه جنب المها النفسي. واخدت الجلسه وهديت فرح وشالوها ورجعوها على سريرها، فنامت ليلتها بهدوء وكانه ما حصلش حاجه. وفي اليوم التاني دخل سليم لمكتب محسن بغضب شديد وهو بيصرخ وبيقول ممكن اعرف ايه اللي سمعته ده يا محسن؟ ازاي تدي فرح جلسات كهرباء؟ في ايه يا ابني؟ مالك؟ ما تهدى كده، داخل عليا وعفاريت الدنيا بتتنطط قدام وشك ليه؟ وبعدين ده الطبيعي اني اعمله في حاله زي دي، امال هديها ازاي وبالاخص انها حامل؟ بس انت عارف اني مش بحب استخدم الطريقه دي عشان اهدي بيها المرضى بتوعي، وانت عارف ان الكهرباء دي بتنسي المخ اي صدمات بتحصل لفتره مؤقته، وعشان فرح تقدر تهدى وتنام نسيتها اللي حصل لها ونامت بعدها عادي. يعني شكله الكلام مش جايب معاك فايده، انا سايبك وماشي. هتروح فين؟ خارج الف على المرضى. قال كده وخرج. وبنروح لفرح اللي كانت قاعده في الجنينه لوحدها، ولكن شافت حاجه بتلمع فقربت منها ونزلت على الارض عشان تمسكه، واللي كان خاتم وهي عارفه كويس مين صاحبه، وبقت بتصرخ بهستيريا وهي بتترعش. وفي الاثناء دي كان سليم قاعد في مكتبه وهو بيعاين اوراق الزوار الجدد، ولكن خبط الباب ودخلت الممرضه وهي بتقول الحق يا دكتور، الحاله اللي جت من يومين عماله تصرخ ومش عارفين خالص نهديها. فقام سليم فورا وراح مع الممرضه عشان يشوف ايه اللي بيحصل. ودخل سليم لاوضه فرح ولقاها قاعده على الارض وهي بتصرخ بدون توقف، فسال الممرضه وقال لها هي ايه اللي حصل لها؟ كانت قاعده في الجنينه كويسه. مش عارفه والله يا دكتور، هي فجاه فضلت تصرخ، خفنا تاذي حد فدخلناها لاوضتها. طب اطلعوا بره كلكم. خرجت الممرضات وسابوا سليم لوحده مع فرح، وقرب منها وقعد جنبها على الارض واتكلم بهدوء وقال فرح ممكن تردي؟ عارف انك اتأذيتي كتير بس لسه الدنيا ما وقفتش، انت خدت حقك من المذنب، المفروض تعيشي حياتك بقى. طب لو مش عشانك، عشان اللي في بطنك. اتوترت فرح وزادت رعشة جسمها ومدت ايديها لسليم واللي كان فيها الخاتم وقالت براب لسه عايش، هو لسه عايش. فبص سليم للي في ايدها وقال اتكلمي يا فرح، لازم تتكلمي، اعتبريني صديقك مش دكتورك. وبعدين انت جبت الخاتم ده منين؟ وكمان مين اللي لسه عايش؟ فارس، فارس لسه عايش. ليه بتقولي كده؟ وجبت الكلام ده منين؟ اتكلمي يا فرح انا سامعك. فارس جه هنا امبارح وقال لي ان هو مش هيسيبني في حالي، وان هيبدا ينفذ انتقامه مني، والنهارده لقيت الخاتم ده، الخاتم اللي كان دايما لابسه ومش بيقلعه من ايدي. اهدي يا فرح، دي كلها تهيؤات ومش حقيقة، ومحدش يقدر يدخل المستشفى من غير اذن، والخاتم ده هتلاقيه لأي حد تاني هنا، يعني مش شرط يكون لفارس. وكمان انت انتقمتي لنفسك، خلاص المفروض تفرحي بكده. احكي لي يا فرح، انت عملتي ايه فيه؟ انت فاكر اني سهل علي اني اقتل حد؟ انا مش عارفة ايه اللي حصل يومها غير اني لقيت سكينة قدامي وقمت وجبتها وضربته في ظهره، ببص لقيت فارس سايح في دمه جنب رجلي، كنت مرعوبة ومش قادرة استوعب ان انا اللي عملت كده فيه. انا بكرهه وظلمني كتير، لكن عمري ما اتمنيت له كده ابدا، وكمان بايديا انا كنت بترعش من الخوف والرعب، واتكسرت اكتر لما عرفت ان سندي واماني اللي بقالي في الدنيا خلاص ما عادش موجود، انا اتكسرت. فرح انتي عملتي كده من كتر التراكمات اللي خزنها مخك،
وده رد فعل طبيعي، ووالدك ده قدره. لازم تبصي لمستقبلك والابنك اللي لسه ما شافش الدنيا، وكفاية لحد كده النهاردة يا فرح. لازم تقومي تنامي وتهدي، وانا هبقى ارجع لك بكرة. قال كده وقام سيلين وساب فرح وهي لسه قاعدة وبتبكي وبتبص للخاتم اللي في ايديها. وبنروح لعند منير اللي كان قاعد مع ساندي، وبيقول لها: انت عارفة يا ساندي اني مش بحب الطريقة بتاعتك دي. ساندي وهي بتحضنه وبتتمايع: فيها ايه يعني يا روحي؟ هو انت مش عايز ان احنا نتجوز؟ منير بتردد: عايز اكيد، بس مش على طول كده. يعني انت مش بتحبني؟ لا بحبك يا سندي. يبقى خلاص مش هنستنى وهنتجوز كمان شهر. خلاص ماشي يا سندي، انا عندي شغل مهم دلوقتي ولازم امشي. ما تنساش تيجي لبابا وتقوله على قرارنا الجديد. ومشى منير وتوجه لبيته، وبعد شوية وصل وهو بينادي على اخته بيقول: سيرين سيرين. ايه يا عم؟ هو انا ته؟ معلش اصلي مخنوق وعايز اتكلم معاكي. قلقتني، في ايه؟ ساندي مالها الزفتة مصممة ان فرحنا كمان شهر. انت هتتجوزها بجد؟ مش امك اللي دبستني فيها وكنت قلت خلاص خلصت منها، بس رجعت تعتذر ومصممة ان فرحنا كمان شهر. سيرين وهي بتفكر ومستغربة كلامه: حاجة غريبة. هو ايه الغريب في كده؟ مش فاهم. هو انت مش ملاحظ حاجة؟ حاجتي محدش يعرف ساندي اكتر مني، طول عمرها ما بتحبش المسؤولية والجواز، وكانت دايما تقول واحنا في الجامعة انها عايزة تعيش حياتها وملهاش في الجواز خالص ولا الاستقرار. ولما مامتك ومامتها خطبوكوا لبعض انا عارفة كويس انها كانت رافضة، ووافقت بس عشان ابوها وعدها ان هو هيسفرها فرنسا عشان تحضر الماجستير هناك. هو تقول لي انت انها مصممة فرحكوا يبقى بعد شهر؟ انت هبلة يا بنتي، انت حر، بس انا قلبي موغوشني في الحوار ده. طيب يا ستي انا رايح اطمن على فرح ومش هتأخر. استنى دقيقة واحدة هلبس واجي معاك. دقيقة؟ قولي 10 20. انت تقعدي دقيقة؟ انا اخر مرة كنت خارج معاكي في مشوار قعدتي 2 ساعة تلبسي وتحطي ميك اب. ما تخافش يا منير، دقيقة وهرجع لك. وجريت بسرعة لأوضتها عشان تجهز نفسها، وبعد شوية خرجت ولقت منير مستنيها في العربية، فقال لها: بقالك ساعة وتقولي لي دقيقة؟ حبيب قلبي يا نيرو يا عسل انت. هستحملك على ما نلاقي حد يرضى بيكي ونخلص منك. انت مش عارف يا استاذة نمين، وكتير يتمنوني بس انا اللي ماليش نفس. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش. تفتكروا فارس عايش ولا لا؟ واللي بتشوفه فرح ده مجرد تهيؤات ولا حقيقة وافعال مدبرة؟ وفرح مصيرها ايه بعد كل اللي حصل؟ اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناة. لو انت مش مشترك فيها فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامة.